جديد بكل أحبابنا، دايما بيشاهدونا في كل مكان. بداية فقراتنا لليوم في حضرة المساء اليوم الأربع، والمميز والمختلف دوما واحدة من فقراتنا، نتكلم بشكل عام عن فضائل الأشهر الحرم. تحديدا خصصنا المساحة دي لفضيلة شهر رجب، بأنه نحن موجودين وعلى مشارف شهر عظيم وكريم، نتعرف على الفضائل بشكل مختلف مع ضيفنا الموجود معانا الشيخ مروان عبد الرحمن. هو مجمع الشيخ عثمان الزبير الثورة الحارة الثامنة، وهو يعتبر داعية إسلامية. مروان عبد الرحمن الشيخ محمد عثمان الزبير، نرحب به ونقول له مساء الخير عليك، وسعيدين بك جدا معنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نسأل الله يوفقنا وإياكم والمشاهدين الكرام لما يحب ويرضى إن شاء الله. نرحب بك شيخ مروان. بداية نتحدث عن فضل الأشهر الحرم عموما. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأشهر الحرم هي أيام اصطفاها الله سبحانه وتعالى من الدهر، وعظمها وعظم حرمتها وعظم مكانتها في الإسلام، بل وقبل الإسلام كان العرب يعظمونها، وجاءت الشريعة الإسلامية تقر ذلك التعظيم، و جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها أحكاما تتعلق بها، ألزم المسلمين بأن يكونوا على حرص في تجنب الوقوع في المعاصي في هذه الأشهر الحرم. وتحريم الأشهر الحرم هو من، وإن كان كما ذكرنا كان من قديم الزمان، لكن لما جاء القرآن وجاءت الشريعة الإسلامية أكدت على ذلك التحريم، لكن قد تختلف الأحكام التي تتعلق بالأشهر الحرم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم السابقة ومن الأنبياء السابقين، لكن يبقى لهذه الأشهر حرمتها ويبقى لها مكانتها، وهذه الأشهر اصطفاها الله تعالى من أيام الدهر وفضلها على أيام العام. نعم. كما أن الله سبحانه وتعالى خلق الزمان فاصطفى منه زمانا مباركا فضله على غيره من الأزمنة، وكذلك الأمكنة، خلق الله الأمكنة وفضل أماكن على غيرها كالمساجد المحرمة وبيت الله الحرام ومسجد النبوي وغيرها، كذلك حتى في البشر فضلهم الله تعالى بعضهم على بعض فجعل منه الأنبياء وغيرهم، كذلك هذا ما حصل تحديدا في الزمان. فالأشهر الحرم هي أشهر مباركة الله سبحانه وتعالى عظم حرمتها، ونهانا القرآن الكريم عن أن نظلم فيها أنفسنا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن فيما جاء عن الأشهر الحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ذو القعدة وذو الحجة ورجب مضر الذي بين ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. ورجب مضر هو الذي نحن فيه اليوم ونود الكلام عنه، فهو من هذه الأشهر الحرم. الأشهر الحرم جعل العلماء لها أحكاما أخذوها من ما جاء في فضلها في القرآن وفي السنة، منها أن هذه الأشهر الحرم الإنسان يتجنب فيها المعاصي بقدر المستطاع. الإنسان طبعا إذا الإنسان يعني حفظ من المعاصي عموما فذلك حفظ الله سبحانه وتعالى له. نعم. أما عادة الإنسان أنه يخطأ، وكل ابن آدم خطأ، لكن الإنسان في الأشهر الحرم يتجنب الوقوع في الكبائر الذنوب أكثر من تجنبه لها في غيرها من الشهور، لأن الذنب فيها مضاعف كما أن الأجر فيها مضاعف، ولذلك أمر المسلمون بأن يكثروا فيها من الطاعات والقربات لله سبحانه وتعالى، وأن يتجنبوا فيها المعاصي والذلات لا سيما الكبائر منها. دا من تحريم الأشهر الحرم. كذلك جاء في تحريم الأشهر الحرم أن الشريعة منعت فيها القتال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. فالقتال في الأشهر الحرم جاء في الشرع النهي عنه لأسباب
ذكر منها المفسرون أن الأشهر الحرم إنما حرمتها العرب لأنها كانت الناس يحجون فيها لبيت الله الحرام، يعني ذي الحجة كانوا العرب يتحركوا من بلاد متوجهين إلى البيت الحرام، فحرمت العرب شهر ذي القعدة، أقصد شهر ذي القعدة، لأن الناس كانوا يتحركوا وفود الحج إلى البيت الحرام لكي يكونوا آمنين من السلب ومن النهب من السرقة من غيرها. حرمت العرب على الناس أن يحاربوا في هذه الأشهر، كذلك شهر ذي الحجة لأنه شهر يقع فيه الحج لبيت الله الحرام، كذلك شهر الله المحرم لأن الناس بيعودوا فيه من البيت الحرام، كل ذلك لتأمين الحجاج. أما شهر رجب قالوا العرب حرموه لأن كانت تؤدى فيه العمرة والاعتمار إلى بيت الله الحرام، ده سبب التحريم الأول، لكن بعد كده تعلقت بالأشهر الحرم أحكام أخرى تكلم عنها الفقهاء في كتبهم. بعض العلماء قالوا أن التحريم تحريم القتال في الأشهر الحرم لا يزال مستمر إلى يومنا هذا، وبعض العلماء وهم الجمهور قالوا أن القتال في الأشهر الحرم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما في بداية رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ بعد ذلك، واستدلوا على ذلك بأدلة على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقاتلون في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل سيدنا أبو بكر في قتاله مع المرتدين في الأشهر الحرم وغيرها، ولم يتوقف في الأشهر الحرم، فقالوا أن القتال النهي عن القتال في الأشهر الحرم نسخ، وده قول الجمهور على ذلك. لكن الشيء المجمع عليه أن الأشهر الحرم فرقها في الفضل والثواب من غيرها من الأشهر الحرم أن الذنب فيها مضاعف كما أن الثواب فيها مضاعف. جميل. طيب شيخ مروان، من جانب آخر، يعني من الأشهر الحرم الآن في شهر رجب، بعض الإيمانيات وبعض الأشياء المستحبة المفترض تمارس، كما أن الثواب والأجر مضاعف، الصلاة، صلاة على النبي، صلوات المتكررة، الدعاء وما غير ذلك، هل يجوز الصيام في شهر رجب أم لا؟ والله كما تقدم وذكرنا أن الأعمال الفاضلة في شهر رجب والعبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في الأشهر الحرم عموما مندوب إليها وهي مستحبة، لأن الثواب فيها أعلى وأكبر. ده فيما يتعلق بكل العبادات وفيما يتعلق بكل الأشهر الحرم الأربعة. أما فيما يتعلق بالصيام تحديدا، فإن العلماء أكدوا على ندب الصيام في الأشهر الحرم عموما وفي شهر رجب خصوصا. الصيام في الأشهر الحرم جاءت فيه أحاديث تدل على الندب في عمومه، في عموم الأشهر الحرم، كالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن الصيام في الأشهر الحرم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من الحرم واترك، حديث رواه أبو داود والترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم من الحرم واترك، وأعادها له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث. وثبت عن السلف الصالح أنهم كانوا يتحروا الصيام في الأشهر الحرم جميعها، كما ثبت عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سيدنا الإمام الحسن البصري وغيرهم من أئمة السلف، فده يدل على أن الصيام في الأشهر الحرم عموما مرغب فيه. أما الصيام في شهر رجب تحديدا هو المشروعية، اتفق الأئمة الأربعة على جواز الصيام فيه بل ندب الصيام فيه. جميل. لكن اختلفوا فيما يتعلق بكيفية ذلك الصيام. يعني هل يجوز الإنسان أن يصوم رجب من أول إلى آخر، من أول يوم في رجب إلى 30 رجب، ولا يعني يفطر منه في يوما أو يومين، أو يصوم منه الاثنين والخميس، أو يصوم منه 3 أيام من كل 10 أيام العشر الأوائل وغيرها؟ هذا محل خلاف، اتفق المالكية والشافعية والأحناف على أن صيام شهر رجب كامل يندب صيامه كاملا، وصيامه كاملا جائز. أما الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال بكراهة إفراد شهر رجب كاملا بالصيام. يعني كيف؟ يعني الإنسان إذا أفطر يوم واحد من شهر رجب فهو قد خرج من الكراهة التي نص عليها الإمام أحمد،
وإذا ضم إليه غيره، يعني مثلا صام رجب وشعبان، إذا صام رجب وشعبان فكذا خرج من الكراهة، يخرج من الكراهة في مذهب الإمام أحمد بواحد من اثنين، إما ما يكمل الصيام كامل يفرد يوم أو يومين فيكون زالت الكراهة، أو يضم إليه غيره. ودي رواية عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. أما ما ورد في ذلك في صيام شهر رجب من الأحاديث وردت فيه في تخصيصه هو بالصيام أحاديث مختلفة في درجات حكمها، الغالب عليها أنها متكلم في إسنادها ومتنها، يعني مثل ما ورد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعد الله قصرا في الجنة لصوام رجب، قصرا في الجنة. هذا الحديث في سنده ضعف، وكذلك ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة نهرا ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، أعده الله لمن يصومون في رجب أو لصوام رجب. هذا الحديث وذاك وغيرها من الأحاديث الواردة في فضل صيام رجب، وإن تكلم العلماء في الإسناد أو في المتن أو في غير ذلك، لكنها تبقى من فضائل الأعمال. جميل. والعلماء اتفقوا على جواز العمل في فضائل الأعمال. يا سلام. شيخ مروان، برضو نتحدث عن فضل عمرة شهر رجب. العمرة في رجب كذلك هي تدخل في العبادات المرغب فيها. نعم. في شهر رجب. نعم. لأن هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. أكيد. ونحن ذكرنا أن العرب قبل الإسلام كانت تعتمر إلى البيت الحرام في شهر رجب. كأفرد شهر رجب بالعمرة، ولذلك من الأقوال في أسباب تحريم العرب لهذا الشهر هو أن هذا الشهر ارتبط بالاعتمار لبيت الله الحرام. نعم. قيل أن قبيلة مضر كانت تعظم هذا الشهر، وهي التي سنت للناس تحريمه، ولذلك أضيف إليهم في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجب مضر. لكن هذا وجه، يعني كون الناس تعتمر في شهر رجب هذا وجه. طيب، أما بعد مجيء الإسلام وبعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه عن سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. نعم. وإن كان هذا الحديث فيه يعني معارضة أو تعارض بين قول سيدنا عبد الله ابن عمر وقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، هي اعترضت على أن عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في رجب على قول عبد الله ابن عمر، لكن الثابت عن السيدة عائشة نفسها أنها كانت تستحب الصيام في العمرة في شهر رجب. فالعمرة في شهر رجب مفضلة لأنها من الأشهر الحرم أولا، لأن شهر رجب من الأشهر الحرم، فإيقاع العبادة فيه أفضل من إيقاعها في غيره. صحيح. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن العمرة باتفاق أهل العلم يندب أن تكون في شهر غير أشهر الحج. نعم. ومعروف أن ذو القعدة من الأشهر الحج. نعم. وكذلك ذو الحجة هو أصل أشهر الحج. فتبقى محرم ورجب بس. نعم. بقى محرم ورجب، ولذلك إفراد العمرة في شهر غير أشهر الحج هذا أفضل، وأفضل شهر غير هذه الأشهر هو شهر رجب. كذلك شهر رمضان أيضا العمرة فيه مرغب فيها. نعم. فيعني إذا الإنسان استطاع أنه يعتمر إلى بيت الله الحرام في رجب أو في هذا الشهر الحرام أو في شهر رمضان، فهي قطعا أفضل من العمرة في غيرها، ويليها طوال العمرة في شهر ربيع. شهر رمضان. صحيح. شيخ مروان عبد الرحمن، من جانب آخر عند أهل السودان في احتمال يسمى بالرجبية. ما هي الرجبية؟ الرجبية عند السودانيين هي احتفال يقام لفرحا وسرورا بحادثة ارتبطت بهذا الشهر. حادثة عظيمة ارتبطت بشهر رجب، وهي حادثة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج معروف في كثير من روايات السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في شهر رجب. فمعروف أن الحوادث أو الوقائع العظيمة في الإسلام دائما الناس بيتذكروها من باب قول الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. فالتذكير بأيام الله، أيام الله هي الأيام التي ارتبطت بالحوادث العظيمة والنعم الكبيرة من الله تعالى على الأمة
المحمدية أو على غيرها من الأمم، لأن الخطاب في الآية كان لسيدنا موسى عليه السلام. طيب شيخ مروان عبد الرحمن، خلينا نحن نحكي عن الحادث بشكل أوسع وعن شكل الاحتفالية في السودان، لكن خلونا مع بعض نطلع فاصل ونعود من جديد. السلام مع الشيخ مروان عبد الرحمن عن الأشهر الحرم. شيخ مروان، توقفنا في الرجبية وشكل الاحتفال بالرجبية. نعم، الاحتفال بالرجبية قلنا زي ما سبق تكلمنا عنه، هو احتفال يقام بذكرى الإسراء والمعراج. معروف الإسراء والمعراج هي حادثة عظيمة في الإسلام ولها مكانتها عند كل المسلمين، ويجددون الذكرى في كل عام، تتجدد هذه الذكرى بالاحتفاء بها. أهل السودان طبعا يعني لهم يعني تقاليدهم وأعرافهم في ذلك. غالب الاحتفالات التي تقام في السودان هي إما أن تكون اجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى، على إطعام الطعام، على إنشاد المدايح النبوية المحركة للقلوب لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك كله يعني بتكون في مجالس بتقرأ فيها سيرة قصة الإسراء والمعراج، وهذه المجالس تقرأ فيها القصة منظومة. نعم. لكي أول حاجة بتكون مختصرة على الحاضرين، فيها تذكير بالمشاهد المثيرة، المشاهد المهمة في هذه الرحلة، وهي كلها مهمة، لكن فيها تذكير بمسألة فرض الصلاة فيها في غيره. يعني بتتلى في جماعة، وثم بعد ذلك بتقام المدايح النبوية، بعد كده بيكون في إطعام طعام. غالبا هذه المظاهر مظاهر الاحتفال، ولكن يعني قد تتعدى إلى أكثر من ذلك وتكون المسألة يعني أوسع، يعني تقام أكثر من 3 أيام محاضرات علمية في الكلام عن الإسراء والمعراج. وهذا يحدث في كل المناسبات الدينية. كل المناسبات الدينية التي عظم الإسلام قدرها ومنزلتها، المشايخ في السودان بيحتفلوا بها وبيقيموا الاحتفالات عليها. يعني زي المولد النبوي الشريف، الناس بتعلم تماما أنه في السودان بيحتفلوا به احتفال كبير. أكيد. كذلك عاشوراء، كذلك ليلة النصف من شعبان، كذلك جميع الأحداث الكبيرة ممكن تفيد المسلمين بالتذكير مرة أخرى. شيخ مروان، ختاما معك لفقرتنا ولوجودك معنا، عايزين نعرف حكم الذبيحة في شهر رجب، حكم كل ما يذبح في شهر رجب باعتباره من أشهر الحرم. الذبح في شهر رجب يعني هو إذا أطلقنا عليه ذبح من غير تسمية، فهو بعد ذاك ينظر لفاعله. إذا فعله الإنسان برضو من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات وإطعام الطعام والصدقة في هذا الشهر المبارك، فهو محمود لا شك. لأنه من الأعمال التي هي فاضلة في شهر مبارك. لكن إذا سميناه بتسمية العتيرة أو غيره، لأنه ورد في الشرع أنه في حاجة اسمها العتيرة. نعم صحيح. والعتيرة دي هي كانوا يفعلوها أهل الجاهلية. في الجاهلية كانوا يذبحون ذبائح في شهر رجب، وذبائحهم هذه تذبح للأصنام ولغيرها. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها وقال لا فرع ولا عتيرة. بالمعنى الذي كانوا يفعلونه المشركين، نسفها الإسلام ومنع منها بذلك المعنى. أما إذا ذبحت الذبائح من أجل إطعام الطعام، وكان ذلك الذبح لله سبحانه وتعالى ولم يذكر فيه غير اسم الله سبحانه وتعالى، فذلك جائز قولا واحدا، وده قول الجمهور. يعني العلماء تكلموا عن العتيرة في أنه هي ممنوعة. نعم. وبعضهم قال أنه هي جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحتم. بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له كنا نعتر في الجاهلية يا رسول الله أو نعتر، قال اذبحوا لله في كل شهر وأطعموا، وبشرط أن يكون الذبح لله سبحانه وتعالى. وده الفرق بين العتيرة. فبغض النظر عن التسمية أصلا، هي عتيرة أم رجبية أم إطعام طعام أم غيره، إنما قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى في شهر مبارك. إطعام الطعام والصدقة هي من أفضل الأعمال
التي يتقرب بها العبد إلى الله. يا سلام يا سلام يا شيخ مروان عبد الرحمن، نحن سعيدين بك جدا، وإن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى للحديث عن الأشهر الحرم. شكرا لك يا شيخ. إن شاء الله، الله يجزيكم خير، الله يكرمكم، وبارك الله فيكم. شكرا لك.